السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن الفوائد الجسدية لكل حركة وكل وضعية من وضعيات الصلاة. سبحان الله، ربنا ليه حكمة في كل حاجة، كل حاجة بيأمرنا بيها وفرض علينا. ففي اكتر من دراسة واكتر من بحث اتعمل عن حركات الصلاة ووضعيات الصلاة والتكرار بتاع الحركات والوضعيات دي على مدار اليوم في توقيتات مختلفة. فلقوا انه بداية من التكبير وحركة ان احنا بنرفع ايدينا عند ودننا، الحركة دي بتقوي عضلات الصدر جدا وبتحسن عملية التنفس جدا. فانتوا متخيلين تحسن عملية التنفس؟ يعني حرق احسن، يعني تركيز اعلى، يعني تدفق للدم بطريقة وكواليتي الدم نفسها تبقى احسن. فده بداية من الحركة دي. بعد كده على طول حركة بقى ان احنا واقفين ومستقيمين وبنقرأ الفاتحة، واستقامة الجسم في الوضعية دي، الوضعية بتكون احنا اللي بنبقى مايلين لقدام ولا ورا، ولا وضعية مش بنثبت عليها في العادي غير وقت الصلاة. الوضعية دي طلعت ان هي اول حاجة بتقوي عضلات وفقرات الظهر كلها، بتقوي عضلات الكتف كمان، وبتعمل ايه؟ بتساعد على استقامة الظهر. فسبحان الله، ربنا ليه حكمة. شوفوا من ابسط الحركات، عشان كده بنقعد نقول للناس الكبيرة يعني حاولوا انه على الاقل تبدأوا الصلاة واقفين وتقروا الفاتحة وانتوا واقفين لو قادرين، بعدين كملوا الصلاة على كرسي لو مش قادرين تعملوا بقية الحركات. طب هنيجي بقى على وضعية الركوع. وضعية الركوع لقوا انه في دراسة اتعملت على الوضعية دي بالذات، ولقوا انه هي والسجود، لقوا انه تكرار الحركة دي اكتر من مرة في اليوم بتأثر على جودة المفاصل، فبتقلل التهاب المفاصل وبتقلل هشاشة العظام وبتقلل خشونة المفاصل كمان. ده غير انه وضعية الركوع مفيدة جدا 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 لصحة الجهاز الهضمي. طيب نيجي بقى نلاقي وضعية السجود. سبحان الله، وضعية السجود دي اصلا في سجدات كتيرة جدا في القرآن، اللي هو بنقرأ قرآن عادي بنسجد، وفي احاديث كتير وآيات عن ان احنا لما نبقى متضايقين ومهمومين، الناس اتكلمت علينا، عايزين نطلب حاجة من ربنا، عايزين نتكلم مع ربنا، قد ايه وضعية السجود بتفرق جدا وبتبقى مريحة جدا. متخيلين بقى ان هي كمان مفيدة جدا 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 لجسمنا، يعني بنقوم من الوضعية دي احسن بكتير. فسبحان الله، الوضعية دي بتعمل ايه؟ اول حاجة تلامس راسنا للارض، ده بيعمل ايه؟ بيحسن من تدفق الدم بكواليتي معينة للمخ، فبيزود التركيز، بيحسن الذاكرة. عشان كده الناس اللي شغلها محتاج تركيز، الناس اللي في ثانوية عامة، الناس اللي في اي جي، مهم جدا جدا جدا. وتكرار الحركة دي سبحان الله طول اليوم قد ايه ده بيفرق، فهي بتزود التركيز، بتزود الذاكرة، بيزود تدفق الدم للمخ وتدفق الدم لبقية اجهزة واعضاء الجسم كله، وبتقلل من الصداع اللي اغلبنا بيعاني منه، وبتقلل من التوتر، وبتحسن جدا 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 الحالة النفسية. تاني حاجة بقى الوضعية دي بتعملها ان هي بتحسن من صحة الجهاز الهضمي. فلقوا انه الوضعية دي بتساعد في مشكلتين اساسيتين. اول حاجة الناس اللي بتعاني من الغازات، والناس اللي بتعاني من الامساك، قد ايه الوضعية دي بتريحهم. وكمان مهمة جدا ومفيدة لألام أسفل الظهر اللي أغلبنا بيعاني منها، وألام الرقبة والكتف. نيجي بقى لوضعية التشهد، بتقوي عضلات أسفل البطن. انتوا متخيلين بقى يعني قد ايه دي حاجة بتفرق معانا جدا نفسيا، كل ما نحس ان شكل بطننا أحسن، فهي بتقوي عضلات أسفل البطن وكمان بتقوي عضلات المفاصل. سبحان الله، كل حركة وكل وضعية ليها فايدتها للجسم. هنلاقي انه حتى السلام اللي هو قد يبدو بسيط جدا جدا جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام ده بيدي ليونة لعضلات الرقبة والكتف، وبيدي راحة للفقرات، الجزء العلوي من الفقرات. فانتم متخيلين انه مع كل حركة، انا بيتهيالي احنا كده غطينا كل حاجة جسمنا محتاجها. احنا بنعمل الحركات دي على مدار اليوم، قد ايه كل حركة وكل وضعية من وضعيات الصلاة مفيدة جدا لجسمنا. فسبحان الله، الواحد كل ما بيتعمق في الحاجات دي بجد بيكتشف قد ايه ربنا بيحبنا قوي يا جماعة، ربنا بيحبنا قوي 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 قوي، وليه حكمة في كل حاجة بيأمرنا بيها. ربنا يهدينا جميعا ويعنا ويقوينا. متشكرة قوي قوي ان انتوا بتسمعوني، ومتشكرة على وقتكم، واتمنى يكون الفيديو ده
مفيد بالنسبة لكم، ولو أي حد توصل لأي أبحاث جديدة في الموضوع ده، للأسف الأبحاث اللي في الموضوع ده أصلاً قليلة، لو حد توصل لأي معلومات أو أي أبحاث شيرت معايا وإن شاء الله ألخصها كده للناس بطريقة مفيدة ولذيذة وخفيفة. متشكرة جداً على وقتكم، أسفة لو طولت عليكم، متشكرة جداً إن أنتوا بتسمعوني. كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة.